بسم الله الرحمن الرحيم. عملاء شركتنا المحترمين، زي ما عودناكم دايما بكل منتج جديد وحصري، هنقدم لكم النهاردة أجمل مشد للتخسيس للسيدات، كرسي حريمي بيتلبس تحت اللبس. ده شكل الباكت أو شكل اللبوة. أوكي، ده الشكل الأمامي، ده الشكل الخلفي. طبعا الكرسي ده مقاسات. أوكي، بيجي شكله زي ما مرسوم على العبوة من الخارج كده. هنفتح العبوة من الداخل ونتفرج عليها من الداخل. طبعا المشد ده مشد ممتاز جدا، وبنصح كل السيدات بارتدائه تحت اللبس لانه بيشد الجسم. طبعا بيكون ليه حملات. اوكي، حملات، مش عارف الحملات دي تتلبس ازاي، هقول لكم انا اهوت واحدة واحدة. طبعا هو بيتلبس تحت الجسم، لو تلاحظوا ان الخامة بتاعته بتتمط وبترجع تاني، ده بيلم الجسم. يعني بتقدري حضرتك تلبسيه تحت الفستان لو عندك مثلا سهرة، عندك فرح. اوكي، هاي الحملات اهي موجودة تيجي معاك، حملات بتتوصل من هنا في القطعة ديت، بتحملات ديت لو تقرب معاها الكاميرا لو سمحتي. اوكي، بتوصليها وبتلبسيها تحت الجسم بشدة الجسم. طبعا المكونات بتاعته ألياف طبيعية 100%، ما بيعملش حساسية الجسم. اوكي، وبيعمل على حرق الدهون الموجودة في منطقة البطن ومنطقة الأرداف. مش بس بيلم الجسم، لا، ده كمان بيساعدك على التخسيس. بيشتغل على مبدأ التخسيس الرجيم الألماني، وهو إنه بيقوي عضلات البطن وعضلات الخصر. أوكي، بنصحكم طبعا بالمنتج ده، منتج ممتاز جدا وسعره مناسب. لو حابين تعرفوا عنه أكتر ما تنسوش إنكم تدعمونا بلايك وسبسكرايب للقناة وتعلقوا تحت الفيديو، وحرد عليكم في أقرب وقت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.